ميس ايجيبت وورلد. يعني لا دي اهم كمان من ميس ايجيبت، ده احنا مش جوه جواني، ده احنا بره براني. يعني انت البنت اللي هنختارها هي المفروض تمثل مصر قدام العالم كله بقى، يعني ميس ايجيبت وورلد، يعني المفروض ان هي اللي تقول انا مصرية واحنا مصر. فده مهم جدا، مهم جدا نستثمر بقى في الثقافة وفي اللباقة وفي الحضور وفي خفة الدم والمعرفة. ده شيء مهم قوي، مش بس الجمال الخارجي بالشكل، يعني لانه دايما بيتهموا مسابقات يعني الفاتنات وفتيات الجمال ان هي مسابقات للشكل الظاهري فقط، بالظبط. وفعلا بيبقى في صعوبة انك انت تجد بنات شكلها حلو وجوهرها حلو في نفس الوقت. يعني معايير انتقاء ملكات الجمال دولية وعالمية، المفروض ان هي في يعني معايير معروفة ومتعارف عليها ومتفق عليها حتى عشان تقدر انت تلتحق بالمسابقات الدولية. فطبعا انا هلتزم باللي قدامي في الورق، لكن في نفس الوقت انا لازم تقييمي هيبقى له علاقة بالبنت، حضورها، ثقافتها، النولج، يعني اللي هحسه منها، ومش بس الشكل. الشكل ممكن هم كلهم بنات حلوين، يعني في الاخر كلهم بنات، يعني شكلهم حلو واجسامهم حلو، بس الموضوع ما ينفعش يقف عند هنا، لازم يبقى في حاجة اهم من كده وابعد من كده. يعني المشاركات بتبقى ضعيفة عالميا لانه ما جت كذا سنة توقفنا، او يعني بيحصل دايما هجوم بقى ايا كانت بقى ايه الظروف الاجتماعية والسياسية اللي موجودة في البلد، بيحصل هجوم دايما، ما يلاقوش حاجة يعني في الورد عيب فيدوروا على احمر الخدين، فدايما يعني يدوروا على ايه، فتقف شوية، يحصل مشاكل، ما يبقاش في تمويل. انما الحقيقة انه من ساعة ما دكتورة امل رزق مسكت المسابقة، وهي ست دؤوبة وبتاعت شغل جدا ومجتهدة، وانا بحب اشجع لما تكون الادارة ادارة ستات، وخصوصا لما يبقى حاجة برضو ليها علاقة بالبنات وبالستات.